مرحبا من جديد. اتهامات روسية جديدة لأوكرانيا تأتي هذه المرة على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قال إن كييف تقوم بتدريب عناصر من هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب شمال غرب سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أكد لافروف أن السلطات الأوكرانية تقوم بتدريب العناصر على استخدام تقنيات جديدة لإنتاج الطائرات من دون طيار لغرض العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية في أراضٍ سورية. هذه الاتهامات تأتي بالتزامن مع التصعيد من قبل روسيا والميليشيات الإيرانية في منطقة خفض التصعيد الرابعة، والتي تضم أجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة شمال غرب سوريا، من خلال القصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيرة. الاتهامات الروسية هذه لم تكن الأولى، حيث أكد لافروف في 12 من سبتمبر في اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية أن مبعوثي المخابرات الأوكرانية يقومون بنشاط تجنيد عناصر في سوريا وأفريقيا لتنفيذ عملية وصفها بالإرهابية. هذه الاتهامات قوبلت في 19 من سبتمبر بنفي من أبو مسلم الشامي قائد القوات الخاصة لدى هيئة تحرير الشام، كما نفى أيضا إرسال عناصر من الهيئة للمشاركة إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية في أوكرانيا واستقبال مدربين أوكرانيين في منطقة إدلب. من موسكو معنا فياتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، من دمشق معنا الباحث في العلاقات الدولية محمد نادر العمري، من كييف معنا فولوديمير شوماكوف المستشار السابق لحاكم خيرسون. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سأبدأ معك سيد ماتوزوف. هو المعلومة يعني فعليا المقال الوحيد هو صحيفة أيدنليك التركية، لم يتضمن المقال على كل الأحوال أي أسماء أو تفاصيل كما وجدنا، باستثناء مزاعم وجود صورة تظهر شعار بثلاث رماح وزي رمادي وأزرق، يعني بنت ربما عليه روسيا رواية كاملة حول قيام أوكرانيا بإرسال وتدريب عناصر من هيئة تحرير الشام إلى آخره. معقول؟ يعني من مستوى محللين يمكن لا يتبين تفاصيل، وأنا شخصيا لا أهتم بتفاصيل كثيرا. بالنسبة إلي بكفي التأكيد من جانب واحد، وزير خارجية هو مستوى مسؤولية الذي لا يمكن برأيي أنا شخصي، وأنا عارف أوضاع في وزارة الخارجية الروسية جيدا، أن لا يمكن أن يكذب، أن لا يمكن أن يشوه الصورة الحقيقية، لأن هذا ليست شيئا لهذا المستوى، مستوى الوزير الخارجية لروسيا الفيدرالية. لا ربما يعني ربما هو تم الاعتماد أو بناء وجهة النظر على ما يعني أتى في هذه الصحيفة، ومن يعرف الداخل التركي يعرف بأن هذه الصحيفة لها جذور يسارية واشتراكية، وبالتالي ربما يكون من الطبيعي أن تذكر معلومة من هذا النوع. أولا أنه ليس في قيادة روسية اليوم الميول نحو اليسار. أنا أعتبر أن لدي بس اليسار له ميول لروسيا، ميول على اليمين الأوروبي مثلا. ولذلك أنا لا أعتبر أن كل تفاصيل هذا يمكن أن يؤثر. أنا أصدق بنوعية التصريحات طالعا من المستوى وزير الخارجية. إذا هو يصرخ شيئا، نحن عم نسأل عن المصادر، يعني أنا دورت، أنا كصحفية اليوم يا أستاذ ماتوزوف، أنا دورت كصحفية اليوم عن مراجع لم أجد غير هذه الصحيفة. من أين تأتي هذه المزاعم؟ مزاعم هذا يمكن تأتي من معلومات استخباراتية. سيد شوماكوف، إذا ثمة معلومات. سيد شوماكوف، سيد شوماكوف، يعني موسكو حقيقة توجه هذه الاتهامات ومثلها لأوكرانيا، الآن في سوريا، قبل ذلك على حدود الجزائر في إفريقيا، ما هو السبب برأيك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. بصفة عامة كما نتذكر بأن أوكرانيا نقلت حرب ونقلت قتال ضد روس ليس فقط في أوكرانيا، كما نتذكر في مالي وأيضا في السودان. منذ شهر أنا رأيت فيديو كي استخبارات أوكرانية
استهدفت المستودع ذخائر روسيا في سوريا. ولكن في آن واحد جدير بذكر بأن داخل أوكرانيا يوجد عدد كبير من المتطوعين الأجانب ومن المرجح منهم أيضا السوريين. هل أوكرانيا بصراحة تجعل تدريب لعناصر السوريين هنا في أوكرانيا؟ أكيد هذا غير معروف هذا السير، ولكن من المرجح أكيد بأن أوكرانيا تجعل التدريب المتطوعين السوريين. علاوة على هذا جدير بذكر بأن قبل عامين تقريبا أفادت روسيا بأن روسيا تستخدم ضد أوكرانيا في هذا الحرب حوالي 10,000 سوريين. يعني هنا في أوكرانيا نحن نشاهد بأن العرب في أوكرانيا في متطوعين هم يعني مؤمنون بما يعني تقاتل من أجله أوكرانيا. تتحدث أن روسيا هي تستخدم ربما جنود سوريين؟ نعم، روسيا تستخدم جنود سوريين هنا في أوكرانيا. قبل تكهكر روس في من محافظة خرسون نحن وجدنا تقريبا عشرات الجثث المتطوعين السوريين من جيش روسي. جدير بذكر بأن روسيا تستخدم متطوعين في هذه الحرب مثل العلف المدفعي. يعني جدير بذكر بأن روسيا تستخدم متطوعين ليس فقط من سوريا ولكن أيضا من الهند ومن أفريقيا. لكن الآن أوكرانيين في سوريا؟ ولكن أكيد موجود أوكرانيين في سوريا. بصراحة أنا لا أدري هل موجود استخبارات أوكرانية في سوريا، ولكن أنا أعرف بأن موجود أيضا سوريين موالين لأوكرانيا الذين يقاتلون ضد روسيا في جبهة أوكرانية. وهم كثر ربما. أستاذ محمد، بشكل عام ما سبب عودة الحديث عن شمال غرب سوريا؟ اليوم في هذه الفترة كل ما يتحدث عنه السوريون هو الاستهدافات الإسرائيلية الكثيرة التي تتعرض لها سوريا والاختراقات الجوية المتكررة. فالموضوع اللي يفترض أنه يثار هو هذا الموضوع وليس شمال غرب سوريا، لأنه كل الناس تقاتل هناك، يعني لم يبقى أحد لم يقاتل في سوريا. بداية كل التحية لك ولضيوفك الأكارم والمشاهدين والقناة والعاملين في قناة النشرة. فقد أريد أن أدخل الحدث في نقطتين أساسيات. النقطة الأولى، يوجد هناك عدد من الدراسات، وأنا وضعت مقال الشهر الماضي في كارد الأربك وهي يعني موقع بريطانيا على بالشؤون العربية، تحدثت فيه عن هذا الموضوع، استند إلى أحد المقالات ومقاطع الفيديو المنشورة لدى الأوكران بما في ذلك موقع يعني كييف بوست الذي نقلت منه هذه الصحيفة التي تحدثت عنها وهي صحيفة تركيا. النقطة الثانية، يوجد هناك العديد من الأدلة على دور الولايات المتحدة الأمريكية في الربط ما بين المخابرات الأوكرانية مع عدد من التنظيمات في خارج أوكرانيا سواء في سوريا أو حتى في مالي كما حصل في حزيران الماضي عندما كان هناك تنسيق لاستهداف 40 جندي من قوات الفاغنر وهي قوات حليفة لروسيا. إضافة إلى ذلك ما يحصل اليوم، يعني منذ يومين كان هناك اعتداء بكمية كبيرة من الطائرات المسيرة على مطار حميميم وعلى عدد من النقاط السورية المتواجدة في مدينة جبلة. وبالتالي سأعطيك معلومات وهذه المعلومات مؤكدة. أولا، الوحدة المسؤولة عن التنسيق ما بين المخابرات التركية مع المخابرات الأوكرانية مع جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني هي وحدة الخيمك وهي تابعة لوكالة الاستخبارات الأوكرانية في وزارة الدفاع الأوكرانية. النقطة الثانية، يمكن لضيفك أيضا أن يعود لهذه المعلومات ومقاطع الفيديو الموجودة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. رئيس ما يسمى أجناد القوقاز وهو شيشاني يدعى أبو حكيم الشيشاني انضم لكتيبة المنصورة، كان يدعو كل الشيشاني الذين يدعمون الروس أو الدول الوسطى آسيا الوسطى إلى تذكر ما طبيعة الصراع العرقي اللي كان دائما بين الاتحاد السوفيتي أو روسيا في بداية عهدها مع هذه الدول. وبالتالي هنا يمكن أن نصل إلى نتيجتين أساسيتين. النتيجة الأولى بأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إيجاد علاقة عضوية ما بين المخابرات الأوكرانية مع هذه التنظيمات لتحقيق مصالح مختلفة. الأوكران يريدون استهداف مخازن الأسلحة ومراكز إنتاج الأسلحة وتمركز الروسي في الخارج لاستنزاف القوات الروسية قدر الإمكان مقابل الحصول على مقاتلين لدعم الجبهة
الأوكرانية الروسية في هذا الجانب. النقطة الثانية، هناك اليوم مساعي أمريكية أيضا لتعميم هذه التجربة ما بين المخابرات الأوكرانية مع ميليشيات قصر، على أن تقوم هذه المخابرات الأوكرانية كل اللي عم تحكي عليهم هن مش يعني مش حلفاء سوريا، إنه حلفاء سوريا يعني عندما نتحدث عن روسيا مثلا وقديش استخدمت مرتزقة من فاغنر وغيرهم في النيجر وفي كورسك، حتى في كورسك تستخدمهم الآن لتدافع عن أراضيها. صديقتي روسيا، روسيا اليوم لا يوجد مقاطع فيديو تدل أن السوريين تستخدمهم روسيا في الخارج، ولكن هناك لا يوجد دعاية روسية بالكامل أستاذ محمد، لا يوجد دعاية، روسيا معزولة. توجد مقاطع فيديو، ولكن اليوم نحن جزء صديقتي من الحرب التي تخاض على مستوى صراعات العالم، هي ضمن الحرب النفسية والإعلامية، وبالتالي اليوم يمكن الاستناد إلى هذه الوثائق التي تسمى اليوم مقاطع الفيديو واليوتيوب وغيرها من هذه الوثائق، وبالتالي اليوم هناك أدلة على وجود مقاتلين كانوا يقاتلون في سوريا. ولكن فقط بنقطة أخيرة أتحدث فيها قبل أن تقاطعين، يعني اليوم المسعى الأمريكي بقدر الإمكان هو إحداث علاقة ما بين ميليشيا قصر مع المخابرات الأوكرانية على أن يتم نقل 70,000 ما بين 50 إلى 70,000 من مقاتلين داعش المتواجدين لدى قصر إلى الحدود الروسية الأوكرانية. وبالتالي عودة الحديث اليوم عن الجبهة الشمالية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، أنا أعتقد بأن هناك مساعي أمريكية لاستغلال التصعيد على مستوى المنطقة لتحقيق أهداف جيوستراتيجية في سوريا، بما في ذلك إغراق الروس في المستنقع السوري قبل بدء الانتخابات الأمريكية. ولاحظ أيضا أثناء زيارة رئيس بشار الأسد المستعجلة وزيارة العمل المستعجلة في حزيران الماضي ولقائه مع الرئيس بوتين، وأيضا زيارة سيرجي يعني شويغو إلى سوريا رئيس أو سكرتير مجلس الأمن القومي، كان يتم الحديث عن تطورات وصراعات أو تصاعد المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي، وكان التنسيق هو فيما يتعلق بهذا الدور الأمريكي لدعم المخابرات الأوكرانية. شكرا لأنك أثرت هذه النقطة، يعني هذه النقطة مهمة جدا تحيلنا إلى الأستاذ ماتوزوف. إذا يعني كان صحيحا أن تحرير الشام مثلا تتلقى الدعم والتدريبات، الروس يقولون التحالف الغربي من دون ما يقولوا مين، التحالف الغربي يعني وأوكرانيا جزء منه، هذا ألن يؤثر على العمليات العسكرية التي تخوضها روسيا في سوريا، وبالتالي يؤثر على توزع خارطة النفوذ بالنسبة للاعبين منهم روسيا طبعا؟ أنا مش أكيد أن المرتزقة الذي هم غرداء في أوكرانيا يقدروا أن يغيروا ميزان القوة في الميدان، هم يمكن أن يكونوا قوة مساعدة ولكن ليست قوة الحاسمة. أولا أنا أقول أنه اليوم يجري مفاوضات بين حكومة سورية وحكومة تركية إردوغان بشار أسد حول حل القضية الإدلب، وهناك جبهة النصرة. جبهة النصرة هذا اسم آخر داعش، وكانت تحت هيمنة أمريكية مطلقة، منهم أعداء المنظمة داعش 100,000 مرتزقة من كل أنحاء العالم أعطوا إلى سوريا أيام بداية الحرب في سوريا على 2011-12. 100,000 من كل أنحاء العالم بما فيها من شيشان، شيشاني، من هو شيشاني؟ هو أصلا شيشاني. هناك في أوزبيكي، في أفغانستان، في كل الأماكن إجوا تحت شعار الداعش، تحت شعار جبهة النصرة، متركزين وين اليوم؟ متركزين في محافظة إدلب الذي على عرض المفاوضات التركية السورية. إذا بكرة يحل المشكلة سياسيا دبلوماسيا، من إلى وين تركيا ترسل هؤلاء الناس؟ لذلك منطقيا أنا أستنتج من كل ما هو أقول أنه كل الناس مخربين مقاتلين وعندهم خبرة قتالية مستعدين أن يندموا لأي منطقة، من هو منسق لكل طيب عملية. بغض النظر من أين كانوا، السؤال بسيط للسيد شماكر. أمريكا استخبارات مركزية أمريكية مش أوكرانية، لا أثق أن أوكرانيين عندهم جهاز الكافي لتركيب الأمور بين هؤلاء الناس. هم أسسوا داعش كما قال دونالد ترامب عندما كان منتخب برئيس الأمريكي، هو قال بكل الوضوح شو أن داعش شغل يد
بإدارة الأمريكية بارك الله. طيب أمام. طيب سيد شماكوف، بعيدا عن نظرية المؤامرة وتركيب المنظمات الإرهابية، هل هنالك أي تعليق رسمي من كييف؟ لا، بصفة عامة لا توجد أي تعليقات رسمية من قبل انتخابات أوكرانية أو من قبل أركان العامة الأوكرانية. أكيد لا يوجد مصالح أوكرانية في سوريا، ولكن في عنوان واحد المهم لأوكرانيا تدمير القواعد العسكرية الروسية في كل أنحاء العالم. ضيف من روسيا هو ذكر حول الشيشان، جدير بذكر نعم كثير من الشيشان هنا حتى هنا في أوكرانيا هم يقاتلون ضد كتيبة أحماة الشيشانية وضد روسيا. لماذا؟ لأن في حرب تشيشينية روسيا، روسيا قتلت هناك 200,000 مدني. أكيد تشيشينيين هم يرغبون انتقام. على وطن لهذا جدير بذكر بأن أب سيد كاديروف سيد أحمد هو أعلن جهاد للروس في أوائل التسعينات. يعني بصفة عامة أريد أن أقول بأن أكيد مهم لأوكرانيا تدمير القواعد العسكرية الروسية خارج أوكرانيا، ولكن أنا لكن بأن لا توجد علاقة أوكرانيا مع داعش، هذا أكيد المنظمة إرهابية. ولكن جدير بذكر كما نحن نتذكر بأن أوكرانيا تقاتل مع فاغنر حتى في أفريقيا وأيضا في دول عربية وخاصة في ليبيا أيضا. شكرا من كييف فولوديمير شماكوف، المستشار السابق لحاكمي خيرسون. من موسكو كان معنا فياتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق. من دمشق كان معنا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد نادر العمري. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتهت المشهد الليلة لهذا اليوم، إلى اللقاء غدا في نفس الموعد.